ما هي راتبة الجمعة؟ الجمعة إن صليت خلف بعد الجمعة صل ركعتين إن شئت أو أربعا، أما التفصيل أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربعا وإذا صليت في البيت تصلي ركعتين، هذا وارد عن ابن عمر ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عن رسول الله إما اثنين وإما أربعة سواء في البيت أو في المسجد.